جاسم الدوسري هو اللي نزل واللي عنده الكره الان يمتلك كره جاسم في الكره الماضيه بينما راشد جمال عن التنفيذ وجاسم في اللمسه الثانيه فعلا هي في اللمسه الثانيه لجاسم الدوسري من هذه المباراه. عبد الله عبد اللطيف لصلاح لراشد جمال تتهيأ لعبد الله والثاني من عبد الله وكره تكتيكيه رائعه في اللقطه الماضيه المنتخب الكويتي. كرة وصلت لصارخ مرهون خطأ ثالث لمصلحة منتخبنا الوطني. فعلا كرة فيها خطأ. كويتية الآن فرصة للتسديد فيها تسديدة ترجع للكويت وتسديدة وهدف أول. فعلا هدف أول لمصلحة المنتخب الكويتي هي كرة جميلة عند تنفيذ الخطأ الآن لمصلحة المنتخب الكويتي. أحمد جميل وسيد محمد حميد في المحاولة القادمة وهدف ثاني هدف ثاني الآن المنتخب الكويتي راح يكون في يوم الجمعة القادم وهدف رابع لمصلحة منتخبنا الوطني. الأخير من هذه المباراة فرصة لأحمد والحارس صلاح سلمان في مرماه يتقدم إلى الأمام والهدف الثالث. فعلا هدف ثالث لأحمد جميل.